وأنا أعلم أنكم تواجهوا أزمة كبيرة ووضع خطر. هذا الوضع الخطر الذي فيه اللبنانيون لديهم مسؤولية، ولكن لا ننسى أيضا أن العديد من المسؤوليات سببها محركات خارج لبنان نتيجة للوضع الدرامي في الإقليم والمنطقة وتأثيرها، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي الذي حدث منذ عدة أعوام، وبالطبع تأثير الأزمة السورية وكل التداخلات التي أثرت على لبنان. وأيضا القوة المتوسطة والصغيرة يمكن أن تعيق العمل وتعيق التوحد. لذا الشعب اللبناني يعاني الآن، وهذا يخلق مسؤولية على قادة لبنان أن يتحدوا الآن. فهذه ليست لحظة انقسام ولكنها لحظة اتحاد، وعلى كل المؤسسات أن تقوم بكل ما في وسعها لحل مشكلات البلد. ولكن لنكن واضحين، إن لبنان يستحق هذا. التآزر الذي تم تقديمه للاجئين يستحق اللبنانيين أنفسهم، وهذا حتى تدعموا تعافيكم الاقتصادي. أنا شعرت بانبهار كبير بسبب التزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. فنحن لدينا يقين أن الانتخابات ستعقد في موعدها، وبرلمان جديد سيتم انتخابه. وأنا شعرت بسعادة كبيرة بما قاله رئيس الوزراء بشأن التزام الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأيضا أن يقودوا في العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي هي ضرورية للبلد حتى تستفيد بشكل كامل من الإمكانيات التي يخلقها الدعم الدولي، وذلك حتى يضمنوا أن التعافي اللبناني يبدأ بسرعة ويكون فعال بأسرع ما يمكن. والآن في هذا السياق، أنا سعيد جدا أن أقابلكم وأتحدث معكم بشأن الشراكة بين الأمم المتحدة ولبنان. ونحن نعلم أننا لدينا أجندة 2030 وبأهداف تنمية مستدامة، وأنا أعلم أن لبنان كانت ملتزمة بهذا الصدد، وأنا أعلم أن هذه الأزمة أعاقت هذه الجهود، ولكننا سنقدم كل ما في وسعنا حتى تعود لبنان إلى مسارها الصحيح حتى تحقق أهدافنا المشتركة. أنا أؤمن أن كل من في هذه الغرفة لديه دور أن يلعبه مع اختلاف مواقعنا. نحن يجب أن يكون لدينا استراتيجية موحدة، ويجب أن يكون لدينا أهداف واضحة، وهي الوصول إلى لبنان سالمة ومزدهرة، ودور الأمم المتحدة أن تقوم بكل ما في وسعها حتى تدعم الحكومة اللبنانية في هذا المسار. هذه الشراكة الاستراتيجية أساسية للوصول لحلول مستدامة لمواجهة التحديات التي أمامنا. أنا أريد أن أقول أن مهمتنا هي مهمة تآزر. يجب أن تتأكدوا أن اللبنانيين اليوم هم جوهر كل استراتيجياتنا وكل جهودنا على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى كل مؤسسات الأمم المتحدة. ونحن نتعاون بالطبع مع الحكومة اللبنانية، ونحن لدينا بعثتان أيضا هنا في لبنان، ونحن نريد أن نكون أكثر نشاطا وأكثر تعاونا مع الحكومة اللبنانية، لأن لبنان هي حجر الأساس في الاستقرار.